بتاع الكيربروس، مفهوم يا عمرو؟ ماشي حلو. فانا دلوقتي كم واحد عملوا دايناميك ابديت بالكيربروس سيرفيس ريكورد جوه الدي ان اس؟ 2، صح كده؟ ادي واحد وادي الثاني. فالدي ان اس هيرد على مين؟ ها هيرد على مين؟ ايه هيرد على مين؟ وانا عندي دلوقتي الاثنين دول زي بعض بالظبط، بس يمكن انك انت تديفرنشيت ما بينهم. اول حاجه لو دخلت هنا جوه اي ريكورد هتلاقي في حاجه اسمها بريوريتي، الاثنين البريوريتي بتاعتهم زيرو، الاثنين البريوريتي بتاعتهم زيرو، زيرو يعني الاثنين زي بعض بالظبط. ممكن تخلي ده البريوريتي بتاعته 1، يعني اجي هنا على ده واخلي البريوريتي بتاعته 1. وان دي معناها ايه؟ يعني كل ما يجي لك كلاينت ويذن السايت الديفولت ده تمام عايز يوثنتيكيت يبقى رد عليه بده، يبقى ابعته للمكنه اللي اسمها دي سي اوثنتيكيت منها. يعني زيرو معناها لغو، زيرو معناها ايه؟ زيرو معناها ديفولت، يعني زيرو ده الديفولت، زيرو ده الديفولت يعني ده رقم 2، يعني لو ده ما ردش رد بده. يعني هو اول حاجه ده البريوريتي، اه البريوريتي الاولانيه دي معناها ايه؟ يعني لو كنت كاتب 2 او 3 برضه هيروح لها، بس مش هيروح للزيرو عشان الزيرو هو الديفولت. لا هيروح للزيرو، ليه مش هيروح للزيرو ليه؟ لا انا بتكلم على لو انا عامل هي في الحاله دي هو مش هيروح دايما الدي ان اس هيرد ب 1، دايما الدي ان اس هيرد ب 1 مش هيرد بالزيرو خالص، فاهمني؟ يعني دلوقتي انا كلاينت اكس بي عايز اوثنتيكيت، بسال الدي ان اس في الباك جراوند بقول له مين اللي مسؤول عن عمليه الاوثنتيكيشن، اليوزر نيم والباسورد دول ابعتهم لمين؟ ما هي دي وظيفه الدي ان اس اصلا. الدي ان اس يقول لي ايه؟ ها يقول لي الدومين كنترولر الفلاني هو اللي مسؤول. يعني احنا كل ما علينا الرقم كل ما هو كل ما تكون البريورتي اعلى، ماشي حلو. طب فرضنا ان الاثنين البريورتي بتاعتهم كانت زيرو، كده بقى الدي ان اس يرد راندوم اي واحد، صح كده؟ صح معايا كده؟ في عامل تاني ممكن ادفرنشيت ما بين الاثنين دول من خلاله، حاجه اسمها ويت، حاجه اسمها الايه؟ ويت. ويت يعني وزن. انا ممكن اخلي الراجل ده هوت وزنه تقيل شويه، وزنه تقيل دي معناها ايه؟ ها وزنك تقيل دي معناها انك انت ليك الاولويه، يبقى العامل الاول البريوريتي، العامل الثاني الويت. ده لو الاثنين سيرفرز موجودين ان ذا سيم لوكيشن، انما الديفولت ويت بيبقى ب 100. حلو كده؟ فهم كلام لحد دلوقتي؟ حلو. طيب يوم الدي ان اس يرد عليا، لسه في عمليه الاوثنتيكيشن، الدي ان اس هيرد عليا بالسيرفيس ريكورد بتاع مين؟ بتاع الدومين كنترولر. اروح انا رايح مكلم الدومين كنترولر بقول له يا دومين يا كنترولر انا الكريدنشلز بتاعتي كذا، الدومين كنترولر يعمل لي فاليديت يشوف الكريدنشلز دي فعلا موجوده عنده ولا مش موجوده. لو لقى ان انا فاليد اكونت موجود عنده، يعني راجل بعت يوزر نيم وباسورد مظبوطين تمام، فبيبدا يعمل لي فاليديت ويدخلني. فانا كده عملت ايه؟ عملت اوثنتيكيشن، عملت لوجن. الدومين كنترولر بيدي اليوزر حاجه اسمها اكسس توكن، الاكسس توكن دي بيبقى فيها البيرميشنز والرايتس تمام، اللي هو ايه؟ اللي هو واخدها ماشي. يعني الراجل ده ممكن يبقى واخد فول كنترول على المكنه بتاعته، ممكن يكون مثلا واخد كذا، ممكن يكون واخد كذا، بيزد اون بقى الايه؟ البيرميشنز والرايتس اللي انا واخدها. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ البيرميشن والرايتس ده ماكن ديفلاين اندر كده ماشي؟ مفهوم كده؟ حلو. كده علاقه الكلاينت بالدومين كنترولر انتهت ولا لسه في كلام؟ هو المفترض ان كده انتهت في عمليه الاوثنتيكيشن. في عملية ثالثة بقى غير الايدنتيفيكيشن والاوثنتيكيشن، عملية ثالثة اسمها اوثورايزيشن. هل الكلاينت دوت اوثورايزد ان هو يروح يكلم ريسورس معين ولا لا؟ وبرضه نوع من انواع الاوثنتيكيشن يعني، ماشي؟ بمعنى الكلاينت دلوقتي عايز يطبع على برينتر، البرينتر ده هو موجود على مكنة زميله. الكلاينت عايز يفتح شيرد فولدر، الفولدر ده هو موجود على الفايل سيرفر. الكلاينت عايز مثلا يخرج انترنت من خلال الايزا سيرفر، الكلاينت عايز مش عارف يعمل ايه. فهبص تلاقي ان الكلاينت بيحتاج بقى ليه؟ ها يأكسس ريسورس
علشان كده الريسورس دوت هو الطرف الثالث في الموضوع. ماشي. في الورك جروب لما كنت بتيجي تاكسس ريسورس معين كان بيطلب منك يوزر نيم وباسورد وانس انك عملت دبل كليك على المكنه دي، صح؟ صح كده؟ مش كان بيحصل كده في الورك جروب؟ يبقى كده الاوثنتيكيشن كان بتتم من عند الريسورس نفسه. انما في الدومين حضرتك لو فتحت ماي نتورك بليسز ودخلت على الدومين بتاعك وشفت الاجهزه اللي ممبر في الدومين، لو عملت دبل كليك على اي مكنه بتخش على طول من غير يوزر نيم وباسورد. ليه؟ ما سالتش نفسك ليه؟ ها؟ هو برضو انت عملت عمليه اوثنتيكيشن، بس الاوثنتيكيشن هنا بقى ما تمش من خلال يوزر نيم وباسورد هتقدمهم للريسورس، لا، الاوثنتيكيشن تم بطريقه مختلفه. بتروح تكلم الدومين كنترولر في الباك جراوند وتقول له يا دومين يا كنترولر انا عايز منك تيكت اروح بيها للريسورس الفلاني. فيبدا الدومين كنترولر من خلال سيرفيس اسمها تيكت جرانتنج سيرفيس، تمام، يطبع لك تيكت اللي انت بتاخدها من التيكت جرانتنج سيرفيس دي اسمها تي جي تي، تيكت جرانتنج تيكت، يعني تي جي اس بتديك تي جي تي. بتروح بقى بالتي جي تي دي للريسورس نفسه. الريسورس بيعمل لك ايه؟ ها، الريسورس مش اي حد يضحك عليه، مش اي حد يجي لنا بتيكت ياكسس عندنا، لا، الريسورس يروح يكلم في الباك جراوند الدومين كنترولر تاني ويقول له يا دومين يا كنترولر التيكت اللي الراجل جاي بيها دي فاليد من عندك انت فعلا اللي بعته بيها، ولا دي هاكينج تول، ولا ايه بالظبط؟ فهم كده؟ فبيس دوم بقى الايه الرد اللي هيجيله من الدومين كنترولر، يا اما يديك اكسس يا اما ما يدكش اكسس. فهم كده ولا مش مفهوم؟ فالدومين كنترولر هيقول له دي فاليد تيكت انا مديها للكلاينت، فيبدا الكلاينت يا اكسس بقى ريسورس وريسورس يسمح له بكده. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يعني اذا في كل مره هطبع على برينتر لازم اروح اخد تيكت من الدومين كنترولر، والريسورس يفاليديت التيكت دي من الدومين كنترولر. في كل مره افتح فيها شيرد فولدر لازم اعمل ايه؟ ها، لازم اروح اخد تيكت من الدومين كنترولر. في كل مره مش عارف اعمل ايه لازم اروح اخد تيكت من الدومين كنترولر. كل الكلام ده بيتم في الباك جراوند من غير ما ادخل يوزر نيم وباسورد تاني، عشان كده بيسموها سنجل ساين اون، يعني ايه؟ عملت خلاص ساين اون مره واحده بس اللي هي المره الاولانيه، انما الباقي كله بيتم في الايه، في الباك جراوند من غير يوزر نيم وباسورد تاني، تمام؟ فلو الدومين كنترولر ده بقى واقع هتقدر تطبع على برينتر؟ هتقدر تفتح شيرد فولدر مع ان البرنت سيرفر مش هو الدومين كنترولر، مع ان الفايل سيرفر مش هو الدومين كنترولر، انما الدومين كنترولر هو اللي بيديك التيكت، ومن غيرها مش هتقدر توصل للريسورس. مفهوم كده؟ مفهوم الكلام؟ فتخيل بقى ان الدومين كنترولر بتاعك موجود في بلد في انجلترا وانت ككلاينت موجود في ايجيبت. تخيل بقى حجم الاوثنتيكيشن ترافيك دوت هيبقى عامل ازاي على الوان لينك. هيبقى كبير جدا، صح كده ولا ايه؟ تمام. فعلشان نحل المشكله دي قال لك خلاص في كل فيزيكال لوكيشن حط لي دومين كنترولر عندهم اديشنال الناس توثنتيكيت منه، فالمسافات تبقى قريبه شويه، ما يبقاش في ترافيك عالي. حلو كده؟ طيب يبقى اذا ما دام انا عندي فيزيكال لوكيشنز وعندي في كل فيزيكال لوكيشن دومين كنترولر، يبقى لازم الاثنين دومين كنترولرز دول يريبليكيتوا مع بعض، صح؟ مش انا اتفقنا ان الاديشنال لازم هيريبليكيت؟ يعني احنا ما فتحناش لسه الاديشنال. بص لما اجي افتح الاديشنال بص Active Directory Users and Computers، حصل ريبليكيشن ولا ما حصلش ريبليكيشن؟ يبقى معنى ذلك ان الراجل ده قام خد كوبي من داتابيز موجوده، صح؟ طب لو حصل ابديت هناك، بص ركز معايا، لو جينا هنا عملنا ابديت يعني رحنا جايين مكريتين اكونت تاني سميناه مثلا ايمن